الزمالك النهارده كان بيلعب 11 لاعب من سموحه و11 لاعب من تحت الارض. لا هو ده العادي من مرتضى منصور في اي ماتش يخسر فيه الزمالك يقعد يقول لك شعوذه. انا زملكاوي وبتريق على الكلام ده وبقعد اضحك عليه الصراحه. مين انا اكبر محامي في البلد يا ولد. هو احنا عارفين عن مرتضى حاجات كتير بتطلع، يعني احنا متعودين على الكلام ده منه كتير، بس يعني ايه 11 لاعب فوق الارض و11 تحت الارض؟ حاجه عايز اعرفها بسالك. مش معقوله اتعملت ده، انت طويل واهبل. لا ده تخلف شعب مصر. مين البت العبيطه اللي كانت بتتكلم دي؟ مرتضى منصور يعني كل ما يخسر ماتش لا يجيبها على الحكام، لا يطلع لعيب في الحكام، لا يطلع لعيب الجن والعفاريت. بتتكلمني انا؟ بتكلم عن مرتضى منصور بيشعبط فيك انت؟ انت؟ بالظبط، مش مرتضى قال كده، خلاص كلامه صح. كلامه واجد. كلامه مظبوط. مرتضى اي حد ولا ايه؟ اللي كرة تيجي في العارضة مرة تيجي كده مرة. هو السحر ماشي مذكور في القرآن وكل حاجة، بس في أسباب، الاجتهاد في التدريب، المدرب مثلا لازم يكون عنده خبرة، اللعيبة بتتعب على نفسها. ولما بيكسبوا بيبقوا عاملين سحر طيب ولا ايه؟ مش فاهم يعني، هما لما بيكسبوا هو عامل سحر؟ سحر تفكت. لو بسحر بقى كنا وصلنا كأس العالم من زمان. هو مش كده يعني، اوعى تجيب اسم تاني. لا هو السحر طبعا اتفك بالقرآن، بس هو مفيش حاجة اسمها سحر وشحوذة والكلام ده. ولو انت محترم ما تقولش الكلام ده. في مجلس الشعب، اوكي، رئيس نادي، والمفروض ان هو يعني حد متعلم، فدي مصيبه سودا. بس حسام الحضري قافل جونه، صدقني انا، بالجن والعفاريت. خيال واسع، ده الخيال. هو الخيال لما يشتغل بيبقى حلو قوي يعني.